سيدي يدمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الوزراء، كما قلنا الغاية متاعنا لا كانت التجريح فيكم ولا كانت زعزعة الاستقرار الحكومي في البلاد، غايتنا كانت إرسال رسالة لكل الأطراف المعنية إنه التطبيع مع الكيان الصهيوني خط أحمر وثابت في السياسة الخارجية التونسية، وبناء على كل هذه المعطيات وعلى التشاور بين الأطراف أو أغلب الأطراف الموقعة على لائحة اللوم، فإنه اتفقت هذه الأطراف على تقديم لائحة بيان للمجلس الوطني التأسيسي وسحب لائحة اللوم مثل ما عملنا به. بالله ماذا بيه يكون العقل منكم ساعة ونسمعوا بعضنا، اسمعوا بعضنا، نسمعوا بعضنا يا سيدي. اسمعوا بعضنا. بالله خلونا بالله طيب هذا الصراخ هذا انا نفهم برشا حاجات اللي ما نفهموش كونوا الناس اللي كانوا ضد لائحة اللوم توا هما يحبوا بالله بالله ارجع لبلاستيك سيدة كريمة. شوف يا بنتي استحفظ على صحتك بالله شوية ليش عيال بالله من ذلكم. انا نطلب مانيش باش نعطي الكلمة حتى تسمعوني ساعة. تفضل تفضل سي المنجي. أعطيت للسيد، أعطيت للزميل اللي قدم لائحة اللوم، وسأعطي الكلمة للزميل الثاني. باش نعطيه الكلمة بالطبع. تعرفوا وأن اللي قدم لائحة اللوم كيف ما قدمها الزملاء اللي قدموا لائحة اللوم هم قادر ليه شنو هنا شنو اللي لا الزملاء يرجعوا يا جماعه
يا جماعة يا جماعة راهو ما يخرجش علينا هال من بالكم بالله من فضلكم بالله نطلب من الزملاء باش كل واحد يرجع للمكان نتاعه التصويت علاش لا تو نعديو البيان للتصويت بعد بالله من فضلكم من فضلكم ما تشيحوش الواقع يا ود بالله من فضلكم من فضلكم من فضلكم من فضلكم بالله من فضلكم من فضلكم من فضلكم من فضلكم نحن نسجل بعد المداخلة متاع السيد داماني وأن لائحة اللوم وقع سحبها من طرف شنو ما تمشى قاعد نطبق
ما ثماش زمن للموضوع هذا.